صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم. اليوم عنا ايت سمارت مع رندا فهد، واليوم موضوعنا عن الفود سيفتي او المطبخ الامن، وخصوصا اليوم بدنا نحكي عن اللحمه بفتره الاعياد. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. اليوم موضوعنا لانه دائما بالاعياد بضلوا الاكلات برا، بضل برا بنطبخ قبل بوقت، ما بنعرف كيف نتصرف، نطبخ كميات كثير كبيره، في اشخاص بيطبخوها قبل بوقت كمان ليكونوا عم يحضروا وقت، بس اللحمه اليوم مزبوط، وهيدا شيء بيعرض كثير ناس انه يتسمموا من وراء الجراثيم، وما بتتخيلي بوقتها شو بفوت ناس على المستشفى من وراء هيدا الموضوع. فدائما نحن بهاي الفتره بنحب نذكر الاشخاص كيف نحن فينا نشتغل بقلب مطبخنا بطريقه كثير امنه، مشان هيك موضوعي. مسابقة بالمسابقة وخبريتك اكزاكتلي. فالمسابقة بدي بلش ذكر المشاهدين، هو اي في بوتاسيوم اكثر، هل هو البندق اما البيكان، اللي هي جوزة البيكان اما البندق، فاي وحده فيها بوتاسيوم اكثر. مشاهدين عم بيجاوبوا، بلشوا من ثلاثة الماضي وعندهم لا ثلاثة جي على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي او باري لايت هيلث سنتر، حتى الثلاثة نكون عم نختار رابح لياخذوا مأكولات من مطابخ باري لايت. ففيهم يبلشوا كمان اللي ما جاوب يبلشوا يجاوبوا من هلا، لنحن نكون عم نخبر بهالوقت خبريتنا. خبريتنا ستيفاني كثير مهمه مثل العاده، بس بدي ننتبه لها مضبوط، لانه نحن كثير اشخاص بهالوقت عم يحسوا، اما بتساليهم بيقولوا لك نحن عندنا حساسيه على الجلوتين، وهيدي الحساسيه على الجلوتين مثل ما كنا نحكي قبل، في ناس حتى بيقولوا عندهم حساسيه بس مش عارفين شو هو الجلوتين، اما هن ما بيكون عندهم حساسيه بالمره، ولكن دراسات الحساسيه على الجلوتين بدي بس اذكر انه الجلوتين هو نوع من البروتينات اللي هي موجوده بقلب النشويات، منها اكثر شيء القمح والجودار مثلا لنحكي والشعير. فاذا الاشخاص هول عم يبتعدوا عن كل شيء لاحكي بسهوله من مشتقات القمح مثل الخبز مثل الباستا الى اخره. بهالدراسات بين انه معظم هالاشخاص هن معقول كثير يكون عندهم حساسيه على شيء اسمه فروكتانز ومش الجلوتين. موجود وين؟ والفروكتان هي شغله موجوده صحيح بالقمح، مشان هيك هن عم يحسوا فيها. فموجوده بالخبز بالباستا، ولكن هي موجوده بالثوم، موجوده بالبصل، موجوده بالارتشوكي، وموجوده كمان بالهليون او الاسبرج. فهون هن عم يحسوا بنفخه، عم يحسوا مضايقين بمصارينهم، عم يحسوا بالتعب، هيدا يمكن كثير هو سبب الفروكتان. انتبهي، في اشخاص عندهم حساسيه على الجلوتين، ولكن اشخاص كثير ثانيين يمكن يكون عندهم حساسيه على الفروكتانز مش الجلوتين. مزبوط. وبهيدي الدراسه في ناس بيكون عندهم حساسيه على اثنين، على اثنين معقول كمان. بس بهيدي الدراسه هن عطوا اشخاص الاكل فيه فروكتانز، اكل فيه جلوتين، واكل ما بيحتوي ولا هيدي ولا هي، والاشخاص تجاوبوا حسوا بمضايقين بالمصران وقت اكلوا فروكتانز، ولكن مش وقت كانوا عم ياكلوا الجلوتين او وقت اكلوا شيء ولا في جلوتين ولا في فروكتانز. هون بالنتيجه انه بليز مش نحن بدنا نخترع اذا عندنا حساسيه على موضوع ام لا، بدنا نروح عند اخصائيه التغذيه، في اوقات فحوصات بدنا نعملهم، نروح عند الطبيب، نروح عند اخصائيه التغذيه، ونكون نحن مع بعضنا عم نتشاور لنشوف بالاجمال شو هي الحساسيه، لنحن نكون عم نعرف اي اكل بدنا نكون عم نزيحه على جنب، والا حرام بيكون واحد عم يزيح اكل ضروري ياكلها وهو ما عم ياكلها وعم يزيحها على الفاضي. اوكي. موضوعنا نرجع لموضوعنا. فموضوعنا هو المطبخ الامن، كنا عم نحكي عم نخاف كثير من انه تنتقل هالبكتيريا من اكل لاكل وبالاخر تنتقل لنا او لعائلتنا او لضيوفنا وقتها يجوا لعنا. من الاشياء اللي بدي دغري فوت فيها بالتبس اللي انا بدي اعطيها، بدي اعطي اول تب هي بتبلش هلا قبل ما نفوت بقضيه اللحمه، هي تب العلاقه بالبيض. فالبيض كثير مثل ما بنعرف انه معقول كثير يحمل السلمونيلا، وفي طبخات نحن بنطبخها وبيكون فيها بيض ني. رندا قبل ما تحكي عن البيض بدي اسالك سؤال، البيض لازم ينحط بالبراد وين بالبراد؟ ولازم نشتريه من البراد ولا اذا اشتريناه من برا فينا نتركه برا؟ هيدي شغله كمان بنضيع فيها.
اجمالا البيض اللي نحن عم نشتريه عندنا بلبنان عم نحكي لازم يكون عم ناخده من البراد، هيدي اول شغله، ونحطه بالبراد دغري، وما لازم نبقي البيض برات البراد ابدا ابدا، بدنا نحطه بميلة البراد مش على الباب اللي على طول عم ينفتح ويتسكر، بالعكس جوة. على ميلة جوا، هيدي على الاكل. طيب وما عم نشتري من البراد يعني بالسوبر ماركت مش كل انواع البيض بالبراد. وقتها ما نشتري من البراد ستيفاني يعني هو جاي طازه ونحن بعدين بدنا نشتريه. هلا كيف بدنا نعرف انه طازه؟ اذا كان مدموغ عليه تاريخ الاكسبايري ديت، هيدي هي. ولكن كيف نحن بدنا ناكد؟ اذا ما اكدنا انه طازه من المفضل انه نكون عم ناخذه من البراد. اوكي هيدي هي. فمشان هيك كمان والافضل كثير انه نحن وعم ناكل بدنا نكون عم نطبخ البيض، وطبخ البيض بده يكون كثير كثير يستوي، مش انه بدنا ناكل بيضه برشت او ما بدنا ناكلها بعدها شوي مش مستويه، حتى نكون مأكدين انه عم نقتل السلمونيلا. من هون كمان في عندك اكلات تستعملي فيها البيض الني، مثلا فينا نكون عم نستعمل الصوصات مثل صوص الهولنداز للسلطه، اما صوص السيزر سالد. فاذا نحن بالبيت عم نعملها نتاكد انه ما نعملها ببيض ني. إذا كنا عم نروح على المطعم بدنا كمان نسأل المطعم إذا عم يستعمل بيض ني أم لا، لنعرف نحن إذا بدنا ناكلها أم لا. نعم. فهيدي شيء كثير كثير ضروري نعرفه. الشغلة الثانية إنه هلا بنحضر كوكيز، بنحضر كيك للعيد، فهول كلهم اللي نحن عم نحضرهم عم نستعمل فيهم البيض. في أوقات أولاد بحبوا يذوقوا قبل ما تنطبخ، قبل ما تنطبخ العجينة، أوقات عجينة البانكيك بذوقوها، أوقات في أشخاص نساء بذوقوا عجينة البيتزا هن وعم يحضروها. فبليز بليز إذا حاطين نحن بيض والبيض الني ممنوع نكون عم نذوقه ني، هيدي كثير بدي أذكر فيها لأنه بعدني بعرف إنه في أشخاص بيعملوها. الشغلة الثانية اللي بعد بدي ارجع اذكر فيها لانه كمان عم لاحظ مش كثير عم تتبع، هي وقتها نحن بدنا ننزل اللحمة من الفريزر، فنحن اذا بدنا ننزلها من الفريزر احلى طريقة ننزلها قبل بنهار نحطها بالبراد. مزبوط، نحطها بوعاء كثير كبير وغميق حتى اذا نزل الصوصات منها بينزلوا بقلب الوعاء وما بيوقعوا برا، بدنا نحطها بقلب البراد بالميلة التحتانية حتى ان كيس وقع شيء من الصوص اما من الزوم تبعها يضلوا تحت، يضلوا تحت وما يدقروا بالاكل الثانيه. وبدنا نحطها بطريقه ما تكون عم تدقر بالاكل الثاني اللي هو الخضره اما الفواكه اللي نحن عم ناكلها نيه. طيب واذا انطبخت اللحمه وقد ايه وقت فينا نتركها برا؟ اوكي، هلا وقت تنطبخ اللحمه اول شيء بدي اقوله انه نتاكد انه اللحمه مطبوخه بطريقه كثير مضبوطه. مثلا في ناس بيحبوها ابوان يعني شوي سينيونت، في ناس بيحبوها سينيونت. إذا حبوها هيك بدنا نتأكد إنه هالأشخاص منا امرأة حامل، منن أولاد صغار، منن كبار بالعمر، وجهازهم المناعة كتير قوي، يعني ما عندهم ولا نوع من الأمراض. ساعتها هون تعرضهم هو بيكون أما جسمهم بيكون أقوى قادر، التعرض هو ذاته ولكن الجسم بيبقى قادر إنه يكون عم يقتل إن كيس في بكتيريا عم تتاخد. بس هول الأشخاص كتير كتير بدنا ننتبه لهم. ومن هون يعني هو موضوع كتير كبير أكيد بدنا أيام 100%. فكنت عم بحكي إنه حتى تب كمان مهضومة إنه نحن وقتا نحضر الأكل خلينا دايما نحضر الأكل اللي بده يتاكل ني قبل ما نرجع نجيب اللحومات ونشتغل فيها. يعني إذا أنا عندي سلد، عندي دب عم حضرها، نحضرهم هولي هو والمطبخ بعده نظيف 100%، نرجع نغلفهم نحطهم بالبراد وبعدين نرجع نحن نجيب الحمات اما الدجاج او السمك ونكون عم نشتغل فيهم. فهيدي شغله كمان نصيحه هيك مهضومه. كنت عم تحكي على الاشخاص اللي فيهم ياكلوا، بدي اقول انه المراه الحامل حتى بتتعرض 10 مرات اكثر من غيرها للليستيريا، انه يصير معها طلقات بكتيريا الليستيريا اللي هي شغله كثير ضاره. مشان هيك المراه الحامل حتى الاجبان اللي هي مثل البريل، الكامومبير، روكفور، هول الافضل انه هي ما تكون عم تتناولهم بهيدي الفتره. هلا
سالتيني هون وقتها نحن عم نطبخ اللحمه امتى بدنا نكون عم نحطها بالبراد؟ دائما نحن ممنوع تبقى، خصوصا هلا الطقس منه كثير برد مثل ما نحن عم نشوف، اكثر من ساعتين، فنحن بعد ما تنطبخ بدنا نكون عم نحطها كمان بوعاء فايش حتى تبرد شوي، بعدين بدنا نكون عم نحطها بالبراد. رح يجي وقت ثاني كمل عن حديثي عن الحبش اللي عم نطبخه، كيف نحن اذا في حشوه قديش بدنا نحطه بالبراد بعدين، وقديش فينا نحطه بالفريزر، لانه هالاشياء كثير مهمه ما قدرت احكي عنها اليوم. Thank you رندا. Hello. Have a beautiful day and have a nice weekend. بنشوفك التنين على رد. مشاهدينا وقفه ومنتابع العالم.